السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبناءنا الطلاب مع مادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس الابتدائي مدرسة القاهرة الخاصة بنين. الدرس الثاني من الوحدة الثانية الخصائص السكانية للبيئة الساحلية. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن يعرف مفهوم المدن المليونية، أن يعدد خصائص سكان البيئة الساحلية، أن يحدد مشكلات السكان في البيئة الساحلية، أن يذكر جهود الدولة لحل هذه المشكلات. الآن عزيزي الطالب، قبل التعرف على مفهوم المدينة المليونية، انظر إلى الخريطة للتعرف على مناطق تركز السكان في البيئة الساحلية. نجد أن السكان في البيئة الساحلية يتركزوا في المدن الساحلية ومراكز العمران المختلفة داخل 11 محافظة، ويوجد بهذه المحافظات بعض المدن الكبرى تعرف بالمدن المليونية مثل مدينة الإسكندرية ومدينة بورسعيد. هذا يعني أن هناك عمران كبير في المدن الساحلية، لكن لماذا هذه التجمعات الكبيرة؟ هذه التجمعات الكبيرة بسبب عدة أسباب أدت إلى تركز نسبة هامة من سكان مصر في هذه المحافظات، مثل وجود الموارد الغذائية، وجود المواد الخام، وجود المناظر الطبيعية التي جذبت السياح، فتعتبر المنطقة الساحلية مجالا حيويا للنقل البحري والتجارة. إذن ما المقصود بالمدينة المليونية؟ هي المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 1,000,000 نسمة مثل مدينة الإسكندرية وبورسعيد. العمق البنائي: من خلال ما سبق، ما المقصود بالمدينة المليونية؟ هي المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 1,000,000 نسمة مثل مدينة الإسكندرية ومدينة بورسعيد. أحسنت. هل أثر البحر في حياة السكان؟ نعم، للبحر أثر كبير في عادات وخصائص السكان في البيئة الساحلية، فهيا بنا نتعرف على الخصائص السكانية للبيئة الساحلية. ما هي الخصائص السكانية للبيئة الساحلية؟ عندي خصائص اجتماعية، خصائص تعليمية، خصائص اقتصادية. ممكن توضحي لي ما هي الخصائص الاجتماعية؟ الخصائص الاجتماعية في البيئة الساحلية تنقسم إلى العادات الإيجابية والعادات السلبية. العادات الإيجابية: 1- العمل في جماعة، لأن أعمال البيئة الساحلية تحتاج إلى التعاون مثل الصيد والشحن وتفريغ السفن. حب المخاطرة والشجاعة في مواجهة الأخطار بسبب عملهم في البحر. 3- مشاركة المرأة للرجل بنصيب كبير في معظم الأعمال. 4- الاحتفالات الكثيرة في البيئة الساحلية مثل مسابقات الصيد والمهرجانات الساحلية وألعاب الشاطئ. 5- انفتاح سكان البيئة الساحلية على العالم الخارجي. أما بالنسبة للعادات السلبية فهي الهجرة غير الشرعية، تصريف المخلفات في البحر، والصيد غير القانوني. ما المقصود بالهجرة غير الشرعية؟ الهجرة غير الشرعية هي هجرة أفراد وجماعات إلى خارج الدولة بطرق غير قانونية. إذن ما الخصائص الاقتصادية؟ الخصائص الاقتصادية من معظم السكان يعملون بالصيد والتجارة والصناعة، وبعض السكان يعملون بالزراعة في شمال الدلتا. الآن أريد معرفة الخصائص التعليمية. الخصائص التعليمية: ارتفاع نسبة التعليم في البيئة الساحلية، واهتموا بالتعليم وخاصة تعليم البنات، وزيادة عدد المدارس. هل هناك اتجاهات محددة للهجرة نحو المدن الساحلية؟ نعم، هناك اتجاهات للهجرة نحو المدن الساحلية، فنجد من خلال الخريطة أن سكان البيئة الصحراوية مثل واحد سيوة يهاجرون إلى مدينة مرسى مطروح، وسكان البيئة الزراعية في الوجه القبلي والوجه البحري يتجهون إلى مدينة الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والسويس. والآن طلاب الأعزاء، نقوم بغلق بنائي للهدف. أكمل العبارات التالية من الخصائص الإيجابية لسكان البيئة الساحلية: العمل في جماعة، حب المخاطرة والشجاعة. أحسنت. ترتفع نسبة التعليم بين سكان البيئة الساحلية، خاصة تعليم البنات. أحسن. خاصة تعليم البنات.
من خلال الصور الآتية عزيز الطالب حدد أهم مشكلات البيئة الساحلية. نجد في الصورة الأولى الصورة للتلوث البيئي، والصورة الثانية الازدحام السكاني. إذن فمشكلات البيئة الساحلية هي التلوث البيئي والازدحام السكاني. ماذا ينتج عن التلوث البيئي؟ التلوث البيئي ينتج عنه انتشار كثير من الأمراض. الغلط، ما النتائج المترتبة على التلوث البيئي في البيئة الساحلية؟ ينتج عنه الكثير من الأمراض. رغم هذه المشكلات فالدولة لها دور كبير في حل هذه المشكلات. هيا بنا نتعرف على جهود الدولة لحل هذه المشكلات. أول جهود من جهود الدولة إنشاء مدن جديدة مثل مدينة برج العرب الجديدة. ثانيا إنشاء مصانع جديدة. ثالثا مد الطرق والكباري. الغلق البنائي لهذا الهدف. اذكر جهود الدولة لحل مشكلات السكان للبيئة الساحلية. أولا إنشاء مدن جديدة مثل مدينة برج العرب الجديدة. اثنين إنشاء مصانع جديدة. ثلاثة مد الطرق والكباري. في النهاية نكون قد تعرفنا على الخصائص السكانية للبيئة الساحلية، وهي الخصائص الاجتماعية والخصائص الاقتصادية والخصائص التعليمية، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه سكان البيئة الساحلية وجهود الدولة لحل هذه المشكلات. التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح. أسرة الدراسات الاجتماعية مدرسة القاهرة الخاصة بنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.